نروح. انا استنى هاخد سامعه التليفون ما بيسكتش. مبسوطه جدا 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 وعايزه اقعد اتكلم معاكم 20 سنه، بس في نفس الوقت ببقى في حاجات عايزه اقدمها لكم. فنشوف التقرير اللي جاي وبعدين ناخد التليفونات. احنا ناخد ايه اللي جاي؟ حاجه غريبه قوي. رجل عنده سم وبكم او بيعاني من السم والبكم، فجأة صحي قتل مراته و مراته وعياله، ولا مراته بس؟ مراته وعياله انا فاكره. ايه السبب؟ حاجه غريبه جدا وما كانش ليها تفسير، بس حاولوا انتوا تلاقوا لي التفسير بعد ما تشوفوا التقرير ده. ما بيسمعش وما بيتكلمش؟ ها؟ ما بيسمعش ولا بيتكلم؟ لا. ومراته ما بتسمعش بتتكلمش؟ الاثنين بس، ولادهم اللي هم الولد والبنت بيتكلموا وبيسمعوا كويس. حضرتك بقى رحتي له الاسم وقال لك ايه؟ قال لك انه عمل كده ليه؟ خدونا على النيابه و مترجمه لل مترجمه لاشاره السم. وبعدين قال ان هو كان نايم وما فيهوش اي حاجه، بس انا باخد برشام، وكتب لنا اسم البرشام، برشام صداع عادي. وقال لك انا كنت نايم وصحي لقى فوران في راسه وما شفتش حاجه قدامي، وبدات بقى اعمل الجريمة ومثل الجريمة. برشام ايه؟ مخدرات يعني؟ من الحاجات اللي هي برشام عادي، برشام للصداع عادي ومسكن. مش في مسكنات بتبقى بتندرج تحت المخدر يعني؟ ما تعرفيش اسمه؟ لا، هو كتب اسمه بس، بنادول، بنادول عادي بتاع البرد ده. لكن مش زي ما اتقال في الصحافة ان هم اتخانقوا على فلوس وهو قتلهم عشان مصاريف وكده؟ واحنا من ضمن بسأله انا والاستاذ محمد اللي كان معايا، المشاكل العادية، بنسأل على فلوس، على يعني بيتناقشوا مناقشة عادية زي اي بيت كده، على الفلوس، الاكل، الشرب، اللبس، بس مش مشاكل يعني توحي ان هو يقتلها او يقتل ولاده. بس هل وحضرتك هناك شرح لك ازاي قام بالجريمه؟ انا حضرت تمثيل الجريمه وكنت بترجم للنيابه تمثيل الجريمه. عملها ازاي؟ هو عملها بثبات، ثبات يعني يحسد عليه. كلنا كنا متاثرين لكن هو كان حاله ثبات اقل ما يوصف عن هو بيشرح كان ثابت قصدي؟ جدا، ثابت جدا. ليه بقى؟ مش منهار ولا زعلان عليهم ولا حاجه؟ لا 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 لا، ما حصلش. والجريمه اقل ما توصف باللي هو مثله هي فيلم رعب. عمل ايه بقى؟ هو كان نايم، قام من النوم بيقول عندي حاله هيجان، راح في درج فيه سكاكين وفي حاجات، بيقول انا بعينها عشان الدبح. الدبح بيشتغل جزار؟ دبح في العيد يعني، ولففها فمن الضمن راح مطلع منجل او شرشاره زي ما بيقولوا او شقرف زي ما بيقولوا، وراح رايح عليها وهي نايمه عشان يضربها بيه. فهي اتنبهت فزقته فجرحت في رقبتها جرح خفيف. جريت على اوضه تانية، هو حاطط بلطه في قلب الدرج، بلطه بتاعه الخشب، خدها وراح كسر عليها الباب وفتحه، قال لها تعالي هوديكي للدكتور. خدها وخرجوا للصاله. بعد ما خرجوا للصاله هي تقريبا تعبت فبتزق عشان يبعد عنها، قال لها لا هوديك للدكتور. فشدوا مع بعض فراحت ضربها قلمين، بيقول انا هكت، راح رايح جايب السكاكين. يعني هو كان هيوديها للدكتور فعلا؟ ده كلامه. راح رايح جايب السكينه وجاي يضربها بيها، راحت ماسكاها بايديها فقعدوا يتقاوم معاه، اتجرحت في رجليها وفي جسمها، وبعدين شد السكينه منها وراح ضربها بيها 3 طعنات. رمى السكينة وخد البلطة وراح على الولد كان قاعد في الصالة. ليه بقى؟ لا يعني ما سألوش وكيل نيابة ليه؟ سألناه، قال أنا أصل أنا معمول لي عمل وكنت متحول، ولحد النهاردة هو بيقول إن هو
مش نراكبه جن يعني. اه حاله زي كده يعني، حتى الاشاره اللي بيعملها بيقول ان انا كنت متحول. وبعدين جاب الايه وراح على ابنه، ضرب الولد في وشه وفي راسه، وبعدين راح على الست خبطها تاني في راسها، وبعدين دور على البنت ما كانش شايفها، طلع بره الشقه ورجع تاني، كانت البنت قفلت باب الشقه، كسر باب الشقه ودخل على البنت خبطها، وبعدين جاب السكينه وجاي يضرب الولد في بطنه، الهدوم حشيته ورفع الهدوم، يعني بشعه بشعه جدا يعني، اقل ما توصل. رفع الهدوم ايه، وقعد يطعن الولد بالسكينه في ابنه، وبعدين ذبحه ذبح، وبعدين راح على البنت نفس الحكايه، وبعدين نفس الحكايه ايه، فضل يطعنها برده وبعدين ذبحها. سألوش ليه كل ده برضه هو مصمم متحول؟ طب ما سألوش ليه انت مش متأثر دلوقتي ولا زعلان عليهم مثلا؟ لا هو بيقول انا بحبهم وبحب مراتي وبحب عيالي، بس انا كنت متحول ومش انا السبب، ده العمل اللي معمول لي هو السبب. بس مش بيبكي مثلا ولا منهار وهو يعني، بس يعني حاجة بسيطة كده مرة او مرتين بس، يعني حاجة خفيفة مجرد انها لمعت بالدموع بس، لكن المنظر كان والوصف كان بشع جدا يعني. اعترف من اول لحظه وهو معترف، وما قالش خالص كان في خلاف بينهم، بالعكس ده بيقول يومها انا رجعت من الشغل واتغدينا وكنا كويسين وكنا بنهزر والولاد كانوا بيهزروا معايا وانا كنت بهزر معاه وبنخبط في بعض، بس لما نمت قمت بقى حالتي. لكن قبل كده تاريخهم يعني هم بيتخانقوا مع بعض؟ اصل حتى لو هم بيتخانقوا مع بعض طب الولاد ذنبهم ايه؟ اما سالناه وسالنا المحيطين بيه قالوا مشاكل عاديه ما فيش مشاكل كبيره يعني. مش هل هو لما ضرب الست كان الولاد شافوه وهو بيضربها؟ كانوا موجودين. كان قتلها وما عشان كده الله؟ لا بس هو ما قالش كده، هو ما قالش ان انا قتلتهم عشان ان انا شافوني. لا هو قال انا قتلت لان انا ما كنت متحول وفي جن ركبني او عفريت او حاجه زي كده، ده كلامه على طول. طب انت هيقول ايه؟ طب انت مثلا هي في حاجه بينك وبينها، انت زعلان منها في حاجه او لا؟ قال لا ده هي كويسه وهي محترمه ومؤدبه وانا بحبها. طب قتلتها ليه؟ لان انا متحول وفي عمل. عرفتي طب الخبر ام يا حاجه قال ماما عليا؟ قولي لي كان في اي خلاف بينها وبين جوزها يا حاجه؟ يا كبد امك يا بنت، كانوا بيتخانقوا يا حاجه مع بعض ابدا والله يا استاذ؟ امال ايه السبب يا حاجه؟ السبب هو اللي يعلم بربنا يا حبيبتي. انا كنت عضايا قعدت من قبل العيد وهي تجيني زيارة. اشتكتلكيش؟ ما اشتكتلكيش والله في أي حاجة، والله 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 ثلاثة بالله العظيم وحياة حرقت قلبي عليك. ما فيش خلاف بينهم خالص؟ ما في خلاف بينكم خالص يا بنتي، وأنا كنت عندها يوم الخميس قبل الحادثة بثلاث أيام، مديالها موسم مولد النبي وقاعدة ورحالة الساعة 9 الصبح، وصحياهم من النوم وعيالها جم فتحوا لي الباب وصاحيه وطلعوا جابوا فطار من بره، فطرت معاهم وهو خش جاب من الثلاجه خيار وخس كان كويس معاكي ومعاها وكل الفل؟ ما فيش، اقسم برب العزه واني ماشيه ما كان راضي يخليني امشي، وعنده تفاح في الثلاجه وحكم على بنتي تجيب وتحط في السبت، تقول لها انا جبت لها، تقول لها هاتي كمان، ما في اي حاجه، وبنتي موصلاني للعربيه ودافع له اجره العربيه وعملاني باي باي، وعيالها في رايحين من المدرسه مسائي رايحين بعد الظهر، ما في اي حاجه، ما في اي خلاف خالص خالص خالص، لو في اي حاجه كنت جبت بنتي في ايدي وجيت. ليه يعملوا فيها كده؟ ليه عملت ايه سهى؟ طوب الارض مش هادلها ان كان هنا ولا هناك، وروحي اسالي عليها هناك، وروحي الابله دي انا مربياها هي واخواتها ثلاثه ما بيتكلموش،
انت عندك ثلاث بنات مش بيتكلموا؟ انا عندي خمس بنات وحته ولد واحد بس اجى الاخر بعد الصغيره دي بست سنين. ابوه متوفي من سنه ونص. ودي متجوزه من 12 سنه، يوسف عنده 10 سنين ومريم. بناتك كلهم ما بيسمعوش ما بيتكلموا؟ لا عندي اثنين بيتكلموا والولد. وهم الثلاثه دي واختها متجوزه في التل معاها واللي ماتت الكبيره سوها. امال هي ازاي فاهمه هي بتقول ايه؟ ازاي بتعيط فاهمه هي بتقول ايه؟ تقرا شفايفها؟ اه يا نور عيني يا بنت بطني. يعني انت مصدقه ان هو اتحول من غير سبب؟ هو بيقول انا كنت في حاله مش انا وبتاع. كان في حاله ازاي؟ الوليه دي مغسلاه طبعا. المجنون اللي هو بيقول اني مجنون يخبط اي خبط. بيقول كان راكبني عفريت. ركبوا عفريت، يركبوا عفريت ما يصيبوا هو وابوه. ركبوا عفريت ازاي؟ اشمعنى العفريت دي ما بانش الا بعد 12 سنه؟ اه بالظبط. اشمعنى العفريت دي ما بانش الا بعد 12 يعني سنه؟ هو كان طبيعي عمرها ما جت قالت لك اصل جات له حاله. بتيجي غضبانه زي اي واحده غضبانه. لا قصدي اقول لك ان ما قالت لكيش مثلا بيجي له حالات تشنج مثلا. بنتي ما اجت وقالت لي مجنون يما. عمري بنتي ما قالت لي مجنون يما ولا في اي جنان. ابوه اللي محرضه، ابوه اللي محرضه. ابوه عنده عماره اربع ادوار وما عندوش الا الولد ده وعنده ولد تاني. ليه ان هو يبني لها بره يطلعها من البيت كله والبيت يسيبه فاضي ويبني لها في حته مقطوعه ملهاش جيران ولا لها حاجه؟ قال له اقتلها؟ ايه؟ قال له اقتلها؟ دي يدل عن ايه يا ابله؟ يدل عن عشان ايه؟ عشان يخرجها من البيت و... خرجها من البيت. خرجها من خرجها من البيت وبنى لها وردت وقعدت وبنى لها. ايه السبب ان هو يبني لها في حته مقطوعه ما فيهاش اي لا فهميني كار. بس بالراحه فهميني. يعني هو انت بتقولي ان هو ابوه حرضه يقتلها عشان يخرجها من البيت؟ السلام. هو كان الاول من 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 ثلاث سنين، من اربعه، من خمسه كمان، من خمس سنين. هو طبعا هي ما بتسمحش ولا بتتكلم وجوزها ما بيسمحش ولا بتتكلم. بس دي اهل ابله هي انت تقول هي اللي مربيها اكتر مني انا. فهو ابوه بعد عنك عايز يتحرش بيها، مفكر ان هي دي ما بتتكلمش وما بتسمعش مش هتيجي تقول ولا هتدافع عن روحها. راحت لما اخذه ماسكه الشبشب ضربها بالشبشب وتفى في وشه ومسكت السكينه وجريت وراه. خلى جوزها جاي وعمل لها كده، خلى جوزها جاي وقال له مراتك تفت في وشه وضربتني بالجزمه. الكلام ده من خمس سنين. من خمس ست سنين. قال له ايه السبب؟ ابنه بقى بيقول له ايه السبب؟ ابنه شغال في شركة البترول في الزجاجيج، امين مخازن في شركة البترول. ما فيش واحد ان هو مجنون ويشتغل في شركة البترول. قام قال له ايه السبب؟ ابنه بيقول له ايه السبب؟ قال له ده هي كانت العيال ماسكة ببعضها، عيالها عيالك ماسكين في بعضهم وجيت احوشهم مسكت فيها وضرباتني. ما قالوش الحقيقة بقى. ما قالوش الحقيقة. فراح جاي جوزها ضاربها، راح هو راخر ملموم عليها معاه وضاربها. كسروا دراعها وخبطنا من راسها من هنا. اجت كان ابوها لسه عايش، اجت متحطمه وسواق التوك توك جايبها. ايه السبب؟ قالت كذا وكذا وكذا. قالت لابوها وقالت لاخواتها ما قالوش لي اني عشان اني ما ازعلش ولا ابوها يزعل. فابوها خدها وراح عمل لها تقرير طبي في المستشفى ب 21 يوم علاج وجاب لهم حبس على حبسوا يوم بليل لجوزها، حبسوا لجوزها وحماها على يوم بليل يوم بليله في المركز. من نهاريها وهو متربص لها طلع بنالها بره عشان العمله دي وجاي لاخويا قال ومشيت خلاص وراحت راحت ناس اولاد حلال اصطلعوا عشان خاطر العيال وهدينا الدور وراحت. طب امال قتلها ليه تاني بقى؟ الاجابه عند الله. الاجابه عند الله. انا ما كنتش معاه. وبعدين هو حماها بيقول لها رضا اخويا ساكن في تحت من الزجاجين بيقول له يا رضا بنت اختك عملت فيا كذا وكذا انا عايز حقي. قام قال له اما اروح هناك انا مش في رحمه، ما اروح واسال بنت اختي شوفها عملت كده ليه وانا اجيب لك حقك. لما اجى خالها سال الاولاد هنا وما سالنيش انا برضه اقسم بالله ما اعرف بالقصه دي انا لديك النار كده. قام قال يا اخويا يا قال قامت حكت لخالها قالت ده بيقول كذا كذا وانا كده عشان كده جريت وراه بالسكينه وتفيت في وشه وضربته بالجزمة. بس انت عايز تقولي حاجه يعني الموضوع ده حصل من خمس سنين، هو وز ابنه النهارده يقتله عشان الموضوع اللي حصل من خمس سنين؟ ما كانش هو السبب يا استاذه، ما كانش خد الفيزا بتاعت ابنه يقبض له يروح جاي. ابنه بيقبض 4000 من شركه البترول، يقبض يديله 1300 ويجي يقول له هو دول بس، يقول لمراتك اللي بتاخد الفيزا وتروح تقبض بيها وبتودي الفلوس لاهاليها، هل الفيزا بتنضرب مرتين وبيطلع منها فلوس مرتين؟ قصدك هو كان مقومه عليها؟ هو اللي مقومه عليها لا جرد. طب بقول لك طب وعياله؟ سيبك من مراته. الله اعلم في عياله. الله اعلم. يعني قتل مراته عشان متقوم، حد يقتل عياله؟ الله اعلم، يمكن مديله حبوب لخبط مخه عشان ما يحسش ان دول عياله. يمكن مديله حبوب عشان هو جاي لاخويا حقي
قصاد رقبه بنت اختك. حماها جاي لاخويا حقك قصاد رقبه بنت اختك، واخويا مستعد يواجهه وجه لوجه. ليه؟ ليه سايبينه؟ ليه سايبين ابوه ياكل ويربح وبنتي اتقتلت هي وعيالها؟ ايه الرئيس رئيس المباحث يتكلم كلام؟ هما قبضوا على ابوه؟ إيه؟ مش قبضوا على ابوه كمان؟ قبض على ابوه وطلعوه ليه؟ هو اللي جا هو اللي السبب في قتل بنتي وعيالها. طالعين ابوه ليه؟ انا بواسر كل مسؤول ان هما بيعدموا ابوه ويعدموا ابوه. لو نفد من العداله انا اللي هقتله بايدي، انا اللي هقتله بايدي، عشان انا مش ما بنامش، انا ما بنامش على حرقه قلبي على بنتي وعلى عيالها. يا ناس حرام والله، لا بتسمع ولا بتتكلم. عيال برضو ذنبهم ايه يعني؟ انا برضو مش فاهمه حكايه العيال دي خالص، مش فاهمه ان الواحد يدخل يطعن ولاده ويذبحهم، مش فاهماها خالص. والاخر ابوه يدور في البلد. يا استاذه الكلام ده سر وانا مش عايزه اقوله، انا مش بنام الليل، وبنت اختي متهيئالي كل ما اقعد كل ما امشي كل ما بقعد بسرح وعيالي بيصحصحوني. اللي عمل العمله ديت هو وابوه سوا، عشان شوفي عامل يوسف زي مريم زي امهم. انت غسلتيهم بقى؟ يعني معلش خديها بعيد. طب تيجي، مش عايز تتكلم، هتطلع على الهوا وتهسر بالله عليك. ايه السر؟ ايه هو اللي سر؟ الغسل الميت سر. ما لا انا مش عايزه اتكلم، عايزه دي حاجات هتطلع في تقرير الطب الشرعي. تقرير الطب الشرعي مهمه لو استجرى. لا قصدي اقول ان مفيش سر في الموضوع. يعني اقف اقصاد من الطب الشرعي. قصدي ان مفيش سر، انا عايزه اعرف هو قتلهم ازاي. قتلهم من رقبتهم من ورا. صليت على النبي وجاي جاي على الصدغ دي على الخد خرط فيه خرطتين. يعني شفت البطاطسايه بتجيبيها وبتخرطيها ازاي؟ خرط منها خرطتين، هنا خرطه ومن هنا خرطه، وسوها الجنب اليمين الشمال طاعن فيه يجي 10 طعنات بالمطوه يا بالسكينه، 10 طعنات كلهم زي بعض كده؟ كلهم زي بعض بالله العظيم، كلهم زي بعض. ولو حكموني أني ووجهوني بابوه وبيه لقول له دي زي دي وما فيه صنف الهبل. قصدك قتلهم زي بعض بالظبط؟ زي بعض الثلاثة زي بعض، ما فيهم صنف لجنون، مش فيه صنف لجنون نهائي ولا صنف الهبل. قصدك تقولي انه ما كانش في حاله هستيريه يعني ما كانش في حاله هستيريه يعني؟ لا ما فيش. قصدك ان هو عامل الجريمه زي يعني هو مصمم الجريمه هو وابوه بالظبط، ذابح دي زي دي. بس مزود في سوها بقى الطعنات اللي في جنبها الشمال. بالله العظيم كمان مرة يا جماعة، أنا حجة بيت الله 3 مرات، ما بكذب في كلمة، ولا بحب اللي بيكذب ولا بحب اللي بيزود كلمة. هم لو حكموني أني بالله العلي العظيم إن أني لأحكم عليهم أني وأعمل فيهم زي ما هم عاملين فيهم. يا جماعة أنا ما بنامشي بالله، ما بنام من اللي انا شفته. اكيد شكلهم كان صعب. انا اغسل بنت اختي فليه كده؟ يرضي مين؟ يرضي مين يعني؟ ما يرضيش حد، ما يرضيش حد. وبعدين تاني حاجه طلعوه عين، جايب له جواب نهار الثلاث الصبح ان هو تعبان والجريمه تمت نهار الثلاث بالليل. يبقى دي يدل عن ايه؟ يبقى دي يدل على ايه؟ قصدك ان هو مسبق يعني جاي؟ جاي نهار الثلاث بالظبط الساعة 8 الصبح او الصبح، راح جاب الجواب وخدمه وراح شرق الدكتور اداله فلوس. انا متفق مع ابنه يعني. واداله الجواب. نهار الثلاث نفس اليوم الساعة 8 بالليل عملوا في بنت العاملة دي واحنا ما ندراش. بقول لك يا حاجة، وفي الأول عمل ان هو ما يعرفش حاجة وراح بلغ صح؟ في واحد ان هو يقول ابني لسه جاي من الشغل وقال لي
جه الدار ديكي وقال لي اني قتلت مراتي وعيالي، خدوا من بره لبره يا استاذه وراح وسلموا. قال هو دي ما فتحش الباب، لو هو مش مخطط ما فتحش الباب ليه؟ وشاف يمكن واحد عيان، يمكن واحد متحور يلحقه. ليه واحد يعمل العمله دي ويستحمى ويحط ريحه ويحط عطر ويحط ويسرح ويسلم نفسه؟ يا ابو ياخده يسلمه. لا الاول قبل ما يسلم نفسه، مش هو راح بلغ ان هم صح؟ هو راح قال ان هو في حد، رحت للشقه لقيت حد ذبح مراته وعياله. هو راح بلغ قال كده؟ بلغ كده في الاول يا فندم. يعني وعيه يعني عارف ان هو بيعمل ايه يا فندم؟ ايوه طبعا يا فندم. وزي ما الحاجه بتقول ابوه فعلا راح جاب ورقه الصبح ان هو عيان قبل ما قبل الجريمه. مستشفى العزايم يوم الثلاث ان هو يودي ابنه المستشفى، والجريمه حصلت يوم الثلاث اخر النهار. يعني كانوا عارفين ان هيحصل كده. دلوقتي انا اللي كنت مترجم معاه في النيابه، ومن ضمن اسئله وكيل النيابه له ان هو بيساله هل البنت دي تمام ولا مشاها مش كويس. طبعا انا سالته السؤال بالاشاره، قال لي لا البنت على طول تمام وكده ونضيفه وانا بحبها وبحب اولادها. البنت مشاها سوي سوي سوي، ما يذكرش. ما حدش اتكلم على البنت. لا وهو حتى لو مشاها مش سوي، ايه اللي يقتلوا عياله برضه؟ ايه اللي يقتلوا عياله برضه يعني؟ وبعدين هو مش قاتلهم، بتقول لك ذبحهم. يعني فكره هما وحشين او حلوين يا فندم؟ واحد مجنون هيذبح عياله ومراته ويحطهم في الحمام ويقعد يخرط بيهم بالبلطه، والاخر يشيط عليهم سجاله ويتشطف عليهم ويحط كلين عشان يشم ريحه الدم في ايده، ويطلع يلبس ويطلع على ابوه. بعدين ابوه جايب له تقرير من الصبح ان هو عيان مسبق، يروح لابوه على البيت ويقول له انا رحت لقيت حد ذبح مراته وعيالي. ده عامل واحد مجنون يا فندم؟ ده عاجل مش في اي مجنون. بنسأله هو سوي، واحنا بنسأله في النيابة سوي جدا، ورسم كل خطواته وقال على كل خطواته، ورسم حتى الشرشرة اللي هو ذبح زوجته بيها، وكتب اسم ابوه شبراوي، وكتب اسم الدواء اللي هو كان بياخده، اللي هو المخدر البنادول دوت، ما اعرفش مخدر ولا اسمه ايه، مسكن، بس ما ذكرش اي حاجه. ومن ضمن اللي ذكره ان هو ابوه خده مستشفى، ان هو خدوا غصب عنه، وده مستشفى امراض عقليه، وكانوا بيكهربوه ودوت اللي كان بيفوروا بقى، وكان بيعمل الحاله دي. اول مره نسمع الكلام ده. احنا اخواته اهوت، وهي مراته ما تعرفش انه كان بيروح مستشفى ياخد ده. ما راحش مستشفيات، هو بيجي عندنا هنا قريب العاجل. طب ابوه قايل له يقول كده؟ اكيد ابوه مفهمه كده. ده راجل بيجي 15 يوم كان عامل عمليه المراره، ونايم في البيت، واحنا رحنا زرناه، واخد من اجازه من الشغل 15 يوم، كان عامل عمليه المراره واحنا رحنا زرناه في البيت. قصدك ان ما راحش مستشفى امراض عقليه ولا ما راحش ومكدبت. اكيد بنتك كانت هتقول لك حاجه زي كده. قالت لي كان، ولو في اي غدر منه كنت انا جبتها نهار الخميس وجبتها، وانا وجيت انا وعيالها. دي خطه من ابوه. سايبين ابوه ليه؟ سايبين ابوه ياكل ويشرب على حياه عين الناس ليه؟ لا اجعلي ان دي بنتك وعيالها، ترضي فيها اللي هي العمل فيها كده؟ حد يرضى؟ حسبي الله ونعم الوكيل. كان بيسلط ابنها ان هو يشتمها، كان بيسلط يوسف ان هو يشتم امه عشان امه ما بتسمعش وبتتكلم. كانت تشتكي لي انا واختها الصغيره، تقول لي يوسف بيشتمني وبيتف عليا، ليه يا يوسف كده؟ واللي جد الشبراوي اللي بيقول لي اقول لي ماما كده. يوسف عيب ماما اللي ربيتك. يوسف ده ابنه؟ يوسف ابنها، عنده 10 سنين الكبير. يوسف عيب ليه كده؟ قول جد الشبراوي اللي بيقول. فهي قبل كده شتمته، يعني قبل كده شتمته، بتقول له انت بتقول لابني ليه؟ انا هجيب لك اخويا يزعق معاك. بيقول لها ابوكي مات وخلاص، رضا اخوكي لو جه هنا انا هذبحه. يعني هو اساسا مخطط وعنده نيه الذبح. في عداوه بس. طب ليه العيال؟ مش عارفه، هو ده السؤال اللي احنا كنا بنتحدث. يمكن عشان ما يقروش عليه، احنا عارفين العيال بيتكلموا وفاهمين. انا بقول كده، بقول شافوه. ما كانت بتحصل اي حاجه على طول. يوسف كان بيتصل علينا على طول، بيحصل اي حاجه بيتصل علينا. هو اللي كان بيعرفنا حياته معاشه ازاي، امك عامله ايه، يوسف كانش بيحبهم يعني. انا عايز اعرف التليفون بتاع اختي راح فين. تليفونها مختفي مش لاقيه. كنت مختفي مش لاقيه، مش لاقيه. ايه لما كانت بتحصل اي، كنت بتعوز تستغيث بينا او اي حاجه كانت بتتصل بينا. يكون واخده بس برضه ما كانش بيحب سهى. ما كانش بيحب عياله؟ ما كانش، عشان ما يقروش عليه. فندم ايوه بس ما كانش بيحب سهى. هو كان بيحب سهى. انا قصدي ان اب يقدر يقتل عياله، دي ما شفتهاش قبل كده. طيب دوت، لان الموضوع دوت صعب على الناس دي كلها. حضرتك مين؟ انا جوز اختها. ماشي. حضرتك في يوسف ده، لو حضرتك اتعاملت معاه واتكلمت معاه، يوسف ده ما كانش طفل عادي. يوسف ده كان بيتكلم معايا اكنه هو واحد زي يعني صاحبي،
واحد صاحبي كان زيي جدا. انت حضرتك عمال تساليهم وتقول لهم هو قتله ليه؟ ذبح ولاده ليه؟ ذبح ولاده عشان العيال دي اذكياء جدا. وكان الواد بيحاول يتصل بجده. الواد كان بيحاول يتصل باي حد يستغيث بامه اللي شايفها في دمها. طبيعي ان هو هيجري ورا العيال. لما لقى الولد بدا يمسك التليفون في ايده عمل عملته. انا بطلب بس بعد اذن حضرتك الكلام الكتير اللي احنا بنسمعه ده مش عايزين نسمعه تاني، لان الكلام اللي احنا بنسمعه ان في مثلا شك في النسب والكلام ده على فكره كلام كبير جدا. لا شك في النسب بعد 12 سنه لا اكيد لا لا مش عارفه الحقيقه مش فاهمه، لان هي حتى يعني هنشوف الصور طريقه القتل وحشيه جدا 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 جدا. الاب يروح يطلع تقرير الصبح ان الراجل مش طبيعي قبل الجريمه وهو مش محتاج التقرير لحاجه، والراجل بعد ما يعمل الجريمه ياخد دش ويحط برفان ويروح يبلغ ان مراته وعياله اتذبحوا. هي ليه الناس ما بقتش بتخاف من العداله؟ يعني ليه الناس ما بقتش بتخاف ولا من الاعدام ولا من السجن ولا من اي حاجه؟ بياخد برشام للصداع، كان بياخد برشام للصداع. خليكوا خدوا برشام للصداع. اقنعكم بان عفريت حياتنا الحقيقي مش هو الجن والسحر ودي عامله لي عمل والميه اللي هنعديها وكده، لان ده بايه صغيره، بايه الكرسي، بايه الزلزاله، بصوره البقره 40 يوم ورا بعض، يعني حاجات سهله جدا مفيش اي حاجه، مفيش ولا شياطين ولا اي حاجه. لكن عفريت حياتنا الحقيقي هو البرشام، ولا راكبه جن ولا راكبه تامول وترامادول. ابوه لعب له في دماغه ولا الله اعلم ايه اللي حصل، راح قتل الست. الراجل ده لازم يتقطع حتت، ثم وبكم بقى بتاع لازم يتقطع حتت. شايف عاملين ايه في العيال؟ شايفين عاملين ايه في الست؟ وذبحهم زي بعض ولاده. اللي بتاخد برشام قتل ولاده، ذبح ولاده. اعمل ايه طيب عشان اقول لكم كده؟ دي البلطه اللي ضرب بيها، انتوا شايفين البتاع عامله ازاي؟ تخيلوا ان هو يدخل يعمل بدي كده يقتل الولاد. انا فقدت النطق. يقتل ولاده ومراته كده لمجرد ان العيال ما تفتنش عليه؟ طب كان خدها قتلها في حته، ولا انتوا عندكم تفسير اخر لان واحد يعمل كده؟ ناخد مين؟ شيماء اهلا بيكي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا بيكي. ازيك يا حبيبتي عامله ايه؟ الحمد لله كله تمام. بصي انا بموت فيكي جدا، ربنا يخليكي. الناس اللي بعشقها. ربنا يخليكي. ربنا يخليكي يا حبيبتي. طب انا ممكن اطلب من حضرتك طلب؟ قولي لي. انا عندي ساندي عايزه اتكلم حضرتك. طيب ماشي. الو الو ازيك يا ساندي؟ ساندي الحمد لله كويسة؟ I love you. ايه؟ You love me. I love you very much. I love you قوي 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 قوي. و I love كل الأطفال اللي في مصر. very much. ها؟ very much. very much. تحيا مصر يا خلاصي. تحيا مصر يا حبيبتي. بشكرك جدا جدا جدا. ساندي مكلماني تقول لي تحيا مصر. طب اعمل ايه يا جماعه؟ طب والله العظيم يعني انا مبسوطه جدا جدا ان على الاقل انا عارفه ان رسالتي وصلت، مش مهم اي حد تاني. مين؟ سمر. الو اهلا بيكي.
مدام ريان ازيك؟ كله تمام الحمد لله. انا بحبك جدا جدا جدا، ربنا يخليكي يا حبيبتي. وعايزه اشكرك على الهوا، عايزه مصر كلها تعرف مين مدام ريان. يعني انا ربنا يعلم انا بحبك قد ايه، وربنا يعلم انتي انقذتي عيله كامله، عيله كامله مكونه من اب وام وخمس بنات وولد، ولد اللي المفروض ظهرهم وسندهم، انتي انقذتينا كلنا. انا اولا اخت احمد محمد اللي كان معاكي في الحمله الاخيره بتاعت حمله الادمان، البطل اللي انتي بتقولي عليهم الابطال. أيوه. انا فخوره باخويا ان هو بطل، وبطل فعلا. انا ما كنتش متوقعه ان اخويا يوصل للدرجه اللي هو فيها. شفتيه قريب؟ انا لسه، انا كل اسبوع بروح للقاهره، طبعا انا من اسكندريه، انا كل مره بروح فيها لاحمد بحس ان انا بجد فخوره باخويا اكتر من المره اللي قبليها. الحمد لله. مش قادره اقول لك هو بقى عامل ازاي، هو بقى بني ادم تاني. لا انا عارفه، رايحه لهم بكره ان شاء الله. حاسه يعني انا بجد بجد نفسي بقى يعني تشوفيهم دلوقتي، ما شاء الله ما شاء الله عليهم. شفتهم وطلعوا العين السخنه رحله وانبسطوا جدا وراحوا الفيوم، وهو كان قايل لي فعلا هو راحوا وادي الريان فعلا من فتره، وبكره عاملين لهم حفله صغيره كده نحتفل بيهم، لان هم قطعوا شوط كبير قوي، 3 شهور عدوا دلوقتي وتقريبا خفوا تقريبا هو يعني. عددهم باليوم بس محدش هيطلع عشان الدكتور كان بيقول لهم هتطلعوا بعد 3 شهور وكده. امبارح كنا بنتكلم، محدش هيطلع دلوقتي زيارات، يعني محدش هيطلع زيارات، محدش يعني طبعاً. حسب ما اشوفهم بكره بقى واقرر، لكن بعدين هيرجعوا لنفس الحته ونفس المكان ونفس الصحاب، ما هي الزياره دي ممكن تنيل لنا الدنيا. صح لما اتكلم معاهم انا برضه تملي، انا كل اسبوع بروح له بحيث ان هو فكره الطلوع دي والاجازه ابقى انا موافقه. طب ايه رايك في شكله؟ ايه رايك في صحته وطريقه كلامه؟ مدام ريم انا بقول لك اخويا اتغير ياما قوي، يعني انا الاول يعني كنت حاسه ان انا ماليش اخ، الحمد لله ما كنتش حاسه ان انا ليا سند، الحمد لله. كنت بدعي عندنا حوالي 40 بطل، بدعي لاخويا ان هو يكمل شفاه على خير، وفخوره بيه وبقولها قدام الدنيا كلها، انا فخوره باخويا وفخوره بيكي، عشان انت بجد بجد بني ادمه فعلا بتقفي قدام المحتاج. مش زي ما كل اللي بيقولوا ان انت ولا بتساعدي ولا بتعملي، وهو بس شو اعلامي وان انت، لا بجد بجد يا جماعه الست دي بتوقف جنب اي حد بيترجاها، مش بيترجاها بيطلب منها طلب. انا اول مره اتكلم في التلفزيون، اول مره احتاج لحد، ورحت وبن تليفون صغير سبت رقمي، والحمد لله ان انا حظي طلع من الحمله من ضمن الـ50. الحمد لله ان اخويا لحد الان في علاجه، وانا كل اهلي كل ما يروحوا يشوفوا اخويا ما بيصدقوش ان ده احمد. انا بدعي، كنت بدعي لاخويا بالرحمه، انا دلوقتي بدعي ان اخويا يطلع احسن واحسن واحسن. لا ده انا بشكرك جدا، ده بطل ولازم تبقي فخوره بيه. عندنا 50 بطل تم شفائهم بحمد الله تعالى، بكره الصبح ان شاء الله رايحين لهم الساعه 10 الصبح نحتفل بيهم وتشكرهم واقول لهم برافو. بيضت وشي، مفيش حد فيهم انسحب، محدش فيهم قال عايز اروح، محدش فيهم قال كفايه كده. بياض وشي جدا، هم دول المصريين الجدعان، ولن اكل ولن امل. 50 ورا 50 ورا 50 ورا 50 هعالج الادمان حتى لو لوحدي، لغايه ما سياده وزير الشباب يسمعني ويلبي لي طلبي ان تبقى مصحات الادمان زيها زي المستشفيات الحكوميه، حق كل مواطن مجانا، لان دي اكتر حاجه مصر محتاجه لها دلوقتي، اكتر من القلب واكتر من السرطان واكتر من، وهفضل اقولها كلمه حق اتحاسب عليها في قبري، مصحات الادمان مصر محتاجه لها اكتر من علاج اي حاجه تانيه.